إذا كان هذا حاضرنا فكيف سيكون المستقبل؟ سؤال يتردد صداه هنا منذ 17 سنة ومنذ ألقيت أول حصة دراسية هنا. ما فيش لا سعادة، دائما لقيتهم كأنني جاي داخل سجن، كأنني جاي حبس. أجلس بالأرض في كل بلاط، ما باقي لناش إلا شوية كراسي نجلس، ما نمشيش يعني نسيبهن يعني، وإحنا نجلس فوق الأرض مريض خلاص تعبنا يعني. لما ما فيش لا حمامات، ألوانها إلا أبيض وأسود من حق السجن. بين مديريتي المظفر وصبر الموادم بمحافظة تعز تقع مدرسة الإحسان تائهة بينهما. والله أنا أجي علشان أدرس، أما إنني مستمتع بالدراسة ماش مستمتع، بس إحنا أجيت أدرس حتى الفصل داخله أكثر من 50 مزدحمين لدرجة الجنون. لما أجلس مع صحباتي المدارس الثانية يكلم لي على الأنشطة اللي فعلين به، على اليوم الدراسي حقين كيف كان حيل، وأنا أقهر ما أستوعبش الكلام اللي تكلم منه، لأن المدارس حقنا ما في بش حاجة زي المدارس حقهم. تسعمائة طالب وطالبة تحتضنهم المدرسة صباحاً ومساءً لتقدم لهم وصفة تعليمية يومية بحسب إمكانياتها المتاحة. حلمي أشتيقي يوم إلى المدرسة في ملونة، في بكراسي، في بحمامات، في بهماي، وحوش منظف، أشتيقش يعني مدرسة حلوة. ما احناش عارفين تبع أي مديرية لحد الآن، لا تبع مظفر ولا تبع صبر الموادم. هذا أول شيء. ثاني شيء، احنا نعاني من كثافة طلابية بالنسبة لعدد الطلاب تصل إلى 600 صباحاً و 300 مساءً. ثالث شيء، نعاني أيضاً من كراسي، ولا فصل ما في بش ولا كرسي، يعني لنا يمكن 10 سنوات احنا ندرس وإحنا على الأرض. أول شيء إنه الطالب يعاني بأيام الفترة الشتوية يعني من برد وصقيع. ثالث شيء كمان السبورات، ما فيش أي ترميم للسبورات. أيضا فصولنا تصل إلى 12 فصل بالصفوف الدنيا، يعني الطالب يضطر إنه يجلس عند السبورة. رابع شيء إنه غرفة مدرسة ما فيش، نجلس بالدرج بين الشمس والريح والبرد. بين الآلام والآمال يعيش الطلاب ومعلمهم، ولا مؤشرات لاستجابة ممكنة. طبعا كان يعني قبل يمكن 7 سنوات وصلوا لحنا وصوروا وعملوا وعودهم فقط، لكن انهم وفروا ما فيش، ما وفروش ولا امكانيات لنا. هذه اللي الوعود يعني مجرد لفتة وبالأخير ما فيش، مثل ما يقولوا حبرون على ورق. طبعاً إذا توفرت الكراسي وضعات الطلاء المدرسة هذا بيوفر فارق كبير بالنسبة للمدرس، يعني بتزيد همته، بيتحسن حالته النفسية والصحية كمان. أيضاً الطالب بيكون بيقارن نفسه ببقية طلاب المدارس الأخرى، بيأتي يعني للمدرسة بهمة وجد، بيرتفع مستوى التعليمي. أيضاً بيكون الصحة بالنسبة لصحته صحة جيدة، مش زي ما الآن إحنا نعاني من جلسة بالأرض، يعني هذا يؤثر على الطالب صحياً ونفسياً. لذلك منذ 10 سنوات ما زلنا نتمنى ونحلم.
زورنا الأفاضل فأهلاً وسهلاً بهم إلى هذا الطرح التعليمي المتواضع الذي لا يمتلك من مقومات المدرسة أو التعليم شيء. يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نجعل من مدرستكم مكاناً أجمل، وذلك عبر إصلاح المدرسة وتوفير كراسي جديدة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة. بلقيس. كل ما بوسعنا قمنا به دون تردد لتمتلئ هذه الأماكن بالفرحة التي تأجلت حتى كادت تنسى. كم هناك من ينتظر ومن يشكل ذلك له فارقا ويجعل المدرسة مختلفة عن تلك التي أقيمت قبل أكثر من عقد ونصف. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين إحسان، ونبدأ كلنا نسعى نرجح كفة الميزان عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا. نشارككم سعادتنا وصدقني وبالإمكان. والله احنا لما جينا المدرسة شفنا الرسومات فرحنا، حسينا الفرحة وسعادة، شعور لا يوصف. حسينا ان مدرسة احنا بقى نفس بقية المدارس. تعجز عبارات الشكر والعرفان، ولكننا
عرفانا منا بالجميل نقول لكم شكرا لقناة بلقيس وبرنامج حيث الإنسان، أن نشكركم على ما قدمتموه لنا ولمدرستنا حيث حققتم لنا حلما كان مستحيلا ونظرة وتغيرات كانت غير متوقعة، ونشرتم فينا الفرحة والسرور بعد ونقلتم معاناتنا وآلامنا بعد أن كنا في حالة يأس. شعورنا لا يوصف عندما دخلنا المدرسة وشفنا الرسومات والألوان والكراسي والطلع. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم دوما التوفيق والعطاء.